بحر الصين الجنوبي له مكانة فريدة كمجمع لكل أنواع الأزمات بأبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، تتغلغل تحتها مواقف تاريخية بمزاعمها المتضاربة. إلى التفاصيل. بحر الصين الجنوبي يمتد لأكثر من 3,600,000 كيلومتر مربع. المسارات البحرية التي تعبره هي الأكثر ازدحاماً وأهمية في قطاع الشحن البحري، ويرتبط ببحر الصين الشرقي عبر مضيق تايوان، وبحر الفلبين عبر مضيق لوزون، وبحر سولو عبر مضيق سنغافورة، وبحر جافا عبر كاراماتا ومضيق بنكا. أهمية اقتصادية وجيوستراتيجية هائلة، سواحله تتشاركها 10 دول، ولبعضها مزاعم في مياه البحر خارج ما ينص عليه القانون الدولي. منذ قرون، وبحر الصين الجنوبي والجزر التي تسكن مياهه محور خلافات. الأزمة الأحدث بدأت في 1947. كانت الصين تحت حكم حزب كومينتانغ الذي حدد مزاعم الصين التوسعية في البحر الجنوبي بما سماه خط الشرطات 11، خط يغطي معظم مساحة البحر ويضم أرخبيلات استراتيجية. في 1949 انتصر الشيوعيون على الكومينتانغ في الحرب الأهلية، وفي 1953 قلصوا مساحة سيادة بكين المزعومة في البحر إلى خط الشرطات 9، وحتى اليوم تعتبر الصين هذا الخط أساس مزاعمها، التي تقول بكين إنها مبنية على وثائق ملاحية من حقب السلالات التاريخية التي حكمت الصين. الخط يغطي أكثر من نصف مياه البحر، ويضع يد الصين على موارد البحر دون أسس قانونية أو اعتراف دولي. Across the region, the People's Republic of China is attempting to challenge and undermine the sovereignty of its neighbors. Beijing is eroding the security of the Indo-Pacific region. القانون الدولي يحدد 22 كيلومترا من الساحل كمياه إقليمية، مع 22 كيلومترا إضافيا كسيادة فيما يخص الجمركة والضرائب والهجرة والتلوث، و370 كيلومترا من الساحل كمنطقة اقتصادية حصرية. حين تتداخل المناطق الاقتصادية الحصرية للدول ببعضها، تكون تلك الدول ملزمة بالتفاوض لحل المسألة. مزاعم الصين تنتهك المناطق الاقتصادية لعدة دول في البحر الصين الجنوبي، ولا يوجد أي مؤشر لحوار بينهما. وبعض دول الصراع أنشأت قواعد عسكرية على جزر في البحر كحقائق لا يمكن تجاوزها نحو حل. 中方在本国领土上部署必要的国土防御设施，这是主权国家的当然权利。 هناك أكثر من 250 جزيرة وجبلا بحريا في بحر الصين الجنوبي. بكين أضافت إلى مساحة بعض منها وحولتها إلى قواعد عسكرية وموانئ أرادتها تجديدا على حق تدعيه. قواعد مجهزة بمدارج لطائرات عسكرية ورادارات وأسلحة وأنظمة صاروخية حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي. فيتنام أيضاً توسع جزراً في البحر، وصور أقمار اصطناعية تظهر وجود الرادارات ومدارج طيران على بعضها. للفلبين أيضاً جزر في هذه المياه تضم مدارج طيران، أعلنت مانيلا نيتها تطويرها رغم المعارضات الصينية والفيتنامية. في 2016 قضت محكمة دولية ببطلان بعض المزاعم الصينية في البحر الجنوبي. بكين ردت بأن لا صلاحية للمحكمة في هذا الشأن، رغم أن قرارها مبني على اتفاقيات أممية. من ناحية المجتمع الدولي، لم تعلن أي دولة تأييدها لمزاعم الصين. ومنذ 2015 تقوم سفن حربية أمريكية بعبور بحر الصين الجنوبي في تحد لموقف بكين وفي دعم لحرية الملاحة. (تصفيق)
السيطرة على هذه المياه تعني السيطرة على كمية هائلة من الموارد. الولايات المتحدة تقول إن البحر يحتوي على 350 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المؤكد والمرجح، وأكثر من 23 مليار برميل نفط مؤكد ومرجح أيضاً، ومواد أخرى تستخدم في صناعة المعدات العسكرية والفضائية كأكسيد الحديد الأسود، الزركون، المونازيت، القصدير، الذهب، كلها مخبأة في هذه المياه. تجارياً 50% من النفط المشحون بحراً يمر من بحر الصين الجنوبي، وقرابة ثلث الشحن التجاري العالمي كذلك. سواحل دول البحر تؤوي بعض أكبر موانئ الشحن في العالم، والصين تعتمد على الشحن عبر البحر الجنوبي لقرابة 40% من تجارتها، فضلاً عن الثروة السمكية في هذا البحر الذي يعتمد عليها مواطنون كثيرون من الدول المطلة عليه. ولذلك فإن هيمنة الصين على البحر لا تهدف إلى تأمين تجارتها وأمنها فحسب، بل تعطيها أداة الضغط على أكبر اقتصادات العالم. بعد كل هذا، ماذا لو سيطرت الصين على هذا البحر وأغلقته أمام الملاحة الدولية؟ حسب المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الأمريكية، سينكمش اقتصاد تايوان بـ 33% واقتصاد سنغافورة بـ 22%، واقتصادات هونغ كونغ وفيتنام وماليزيا بـ 10-15%، واقتصاد كوريا الجنوبية واليابان بـ 2-3%. وهناك التأثير السلبي في اقتصادات أستراليا والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا. أما الصين فسينكمش اقتصادها بـ 0.7% فقط بسبب سوقها الداخلي الضخم وشبكة موانئها التي تقع خارج منطقة النزاع. هذه كانت الأبعاد المختلفة لبحر الصين الجنوبي، مركز الأزمات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لشرق آسيا والعالم. إلى اللقاء.